حركة تمرد، تلك الحركة التي دعت إلى حل المجلس التأسيسي وإسقاط الدستور، لاقت ردود فعل مختلفة وخاصة من قبل بعض أعضاء المجلس التأسيسي بين مؤيد ومعارض. قاعدين تناديوا التمرد، تمرد على ماذا؟ أرجوكم كلهم تمردوا عن الفكر السلبي اللي عندكم، تمردوا عن هذه على هذه الدعوات للهدم، هدم ما نحن نبنيه. هذا ليس تمرد، هذا ما أخشاه أن يكون هدما لما نحن نبنيه. هم وليداتنا، هم شباب، لكن نقول لهم فيقوا، ما تخليش البعض يسوق عن طريقكم، عن طريق حسن نيتكم، عن طريق ربما مع تقل تجربتكم أغراضا وأهدافا يسعى إليها وهو هدم نجاح هذا النموذج التونسي. نفهم اللي الشعب ما عادش ينجم يقبل، وبكل صراحة حل المجلس ينجم يكون حل إذا ما يتسرعش في المصادقة على الدستور وفي وضع رزنامة واضحة باش نعرفوا وقتاش باش يوفاو، باش تشوف المدة التأسيسية وقتاش تصيروا الانتخابات. ظهر لي مازال نجموا نقولوا إمكانية صغيرة باش نهربوا من الفرضية هذه، ولكن إذا ما نكونوش في المستوى باش نحققوها في أقرب وقت هذا ينجم يصير. وحق في الشعب لطلب حل المجلس هذا حق اللي ما نجموش نتراجعوا عليه، حق التظاهر كيف كيف، وحق المبادرة متاع الشباب، خاطر مرة أخرى الشباب هما اللي عملوا حركة التمرد في مصر أساسا، الشباب وفي تونس كذلك، هذا حق اللي ما فماش رجوع عليه. كل صراحة نفهمهم ونجم نقول زادة من جهة أنا معهم، هذا حقهم أنا. حقهم وأنا ما نناقشش معنا، لكن كي نحكي على موقف سياسي من دعوة لحل المجلس التأسيسي ودعوة إلى ربما معناها إلغاء هذا المسار الذي ابتدأ، فأنا في تقديري ما هي صائبة الدعوة هذه، ليست صائبة، لأن أنا ديما في تقديري حتى مؤسسات ضعيفة أفضل من انعدام مؤسسات. حركة التمرد في تونس لم تكن عفوية بالصيغة التي كنا نريدها. نحن نطالب اليوم الحكومة أن تقوم بإصلاحات فورية، الانتهاء فورا من صياغة الدستور، أن تراجع التسميات على رأس الدولة، أن تحيد وزارات السيادة تحييد حقيقي. وعندما نقول تحيد وزارات السيادة لا نتحدث عن وزراء السيادة، بل الوزارات نفسها لابد أن تحيد. عندما نتحدث عن تحييد الإدارة فأنا نتحدث كذلك عن تحييد دور العبادة. عندما نتحدث عن هذا كله فأنه نطالب كذلك بوقف العنف الممنهج ضد النشطاء السياسيين الذي يحدث في تونس وضد نشطاء المجتمع المدني. أن تحل كل الميليشيات التي موجودة اليوم في تونس. أن يتم القضاء نهائيا على كل من يحمل السلاح بطبيعة الحال ضد الشعب التونسي. هذه المطالب لابد أنها الحكومة التونسية تتفطن هذا، وخاصة الأغلبية، وأن تمضي حقيقيا في عملية الإصلاح، وإلا فإنه المسألة ستكون خطيرة على الوضع في تونس. نحن لا نتمنى أنه ما حدث في مصر يحدث في تونس، فلذلك على هذه الحكومة أن تتعظ من التجارب الأخرى وخاصة التجربة المصرية، وتمضي فعليا في عملية إصلاح شاملة من أجل الوصول إلى الانتخابات في أفضل الظروف. حركة التمرد تو فما ناس يقولوا بأن هو مش نسجوا على منوال مصر، أنا مش نقلدوا راه. فيما يخص هي الثورة علاش قامت؟ الثورة قام بها الشباب من أجل استحقاقات معينة، طالب بالشغل، بمقاومة الفقر، بالقضاء على البطالة، بالتنمية الجهوية. وبالتالي كان لخصها الشعب طالب بنهضة اقتصادية باش هو يعيش نجم نقولوا في حياة عادية، فهمت؟ نشوف الشباب هذايا تو منذ سنتين أي الأهداف الثورة لم تحقق، وبالتالي الشباب هو حتى لي أنا عم صالح بصفتي عضو في المجلس التأسيسي من حقه باش يقوم عليا لأني لم أحقق له المطالب متاعه. ورغم جمع هذه الحركة لآلاف الإمضاءات إلا أنها تبقى محل شك للعديد الذين يعتبرون أنها غير عفوية، ويوجد من يسيرها ومن هم وراءها.